نعود لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين وبرنامج الدار، ووصلنا للفقرة الرئيسية واللي تعتبر اليوم هي حديث المجالس وحديث العمل وحديث الناس مواطن ومقيم وحتى الزائرين أيضا. ليش بيغيرون الأرقام من 7 إلى 8؟ شسوا في رقم اللي أنا شريته بمليون مثال، إحنا نقول إيش مصير الأرقام اللي تميزت والأرقام اللي ما تميزت مثلا؟ أمور كثيرة، حوادث كثيرة، راح أعطيكم أيضا المجال أعزائي المشاهدين اللي حاب يتواصل معنا ممكن يسأل في هذا النقطة، بس راح يسأل من ضيفنا اليوم أعزائي المشاهدين هو المهندس صالح الكواري، مدير الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT قطر. مرحبا وسهلا فيك مهندس صالح. مرحبا حسن، هلا وسعداء بوجودك معنا في برنامج الدار. وأنا أسعد الله يسلمك. ويعني إحنا بالفعل بحاجة لتوضيح، وأنا من الناس أيضا بحاجة لتوضيح ليش وش اللي بيصير وليش 8 أرقام وليش مفتاح مثلا بدلات جديدة أرقام جديدة مثلا. اسمع وجهة نظركم. طبعا المجلس الأعلى للاتصالات هو الجهة التنظيمية في الدولة لقطاع تنظيم الاتصالات. حلو. بعد ما كان هناك تصور لتعداد السكان والتضخم السكان الذي راح يكون في المستقبل القريب ووجود مشغل ثاني بعد فتح سوق الاتصالات وتزايد الطلب على خدمات الاتصالات وتملك الأفراد لأكثر من خط ورقم، كان هناك الحاجة لزيارة عدد الأرقام في الدولة بالنسبة للخط الهاتف الثابت والمتنقل. طيب ليش ما زدتوا مثلا شركة مثل ثلاث شركات؟ ما هو بدل ما زيد رقم زيد شركة، هو مش على عدد الشركات الله يسلمك، هو على عدد الأرقام. عدد الأرقام، عدد الأرقام اي يعني لما جات شركة ثانية أيضا أخذت الأرقام الموجودة في الخط الوطني الموجودة في الترقيم حاليا، فلما نزيد الأرقام راح تعطينا مجال أكبر لخدمات أخرى وأيضا لشركة ثالثة تكون موجودة في السوق، إذا كان في شركة ثالثة طبعا في المستقبل. أنا سمعت أن في شركة ثالثة والله أعلم، سمعت كذي أنا لحين. طيب نقطة ثانية، يعني أنتوا اخترتوا بداية كل رقم راح يكون هو نفس الرقم سواء هو أرضي أو ثابت. الرقم الثامن اللي راح يزيد راح يكون هو رقم مكرر للرقم نفسه سواء كان ثابت أو نعم. 3 راح يزيد 3 3، 7 راح يزيد 7 7، الأرقام اللي راح تزيد هي بس 3 و4 و5 و6 و7. 3 و4 و5 و6 و7 هي الأرقام اللي راح يزيد فيها الرقم الثامن. طيب 8 و9 ايش فيهم؟ هل راح 8 اللي هي الأرقام المجانية حاليا ما راح يكون فيها أي زيادة، وبالنسبة للتسعة هي فيها الاسمس وفيها أيضا القطر كول والخدمات الأخرى ما راح تزيد فيها رقم ثامن. طيب بالنسبة لي الزيادة هذه حسب ما ذكرتم أنه لأن في عدد سكان راح يزيد في 2015، فهذا إجراء تحسبي احتياطي لهذا الموضوع. طيب لو في 2015 زادوا أكثر من المتوقع، نعم، هل راح نزيد أيضا رقم؟ لا إحنا حطينا طبعا يعني عملنا أكثر من سيناريو إن متوقع. إحنا نزيد أي نعم متوقع للزيادة اللي راح تكون عندنا، فكان يعني من أسوأ السيناريوهات اللي إحنا ممكن نزيد فيها طبعا 36 مليون هو حاليا الرقم اللي بيزيد بيعطينا فرصة إن يكون عندنا 36 مليون رقم هاتف متنقل. حاليا كم؟ حاليا اللي عندنا تقريبا حول 5 مليون رقم تقريبا 5 مليون رقم. زيادة الرقم الثامن راح تعطيك 36 مليون رقم بالنسبة للرقم الجوال نعم، وتسع ملايين للرقم الثابت. طبعا يمكن تقريته اليوم في الصحف وأمس أول أمس، ويمكن في بعض وسائل الإعلام أيضا تناولت هذا الموضوع، وفي رفض من البعض اللي بيضررون وفي فرح من اللي راح يزيدون تميزا في أرقامهم. أنا أبي أمسك المتضرر اللي هو طبعا خذ الرقم خلنا نسمونه المكفول اللي هو بداية ونهاية نفس الشيء الآن تغير. هذا إيش راح يتم معهم؟ والله شوف يعني إحنا يعني أساسنا نتكلم الأرقام هي طبعا موارد طبيعية خاصة لدولة قطر،
لا وضح ملك أكثر. ملك للحكومه هي ملك الحكومه نعم، واستنادا للقانون رقم 34 2006 قانون حلو. الاتصالات الماده 35 تقول ان هذه الارقام هي موارد طبيعيه وتعطى للمزودين الخدمه والمشتركين فقط للاستعمال وليس للتملك، ومن حق الدوله ان هي تسحبها او تغيرها في اي وقت، واللي دفع طبعا مقابل في هذه الارقام يعني ممكن مزود الخدمه ان هو يعوضه تعويض المادي او تعويض عادل على حسب ما يراه يعني مزود الخدمه وما يترضى فيه الطرفين. طيب انا اليوم فتحت الجريده ولقيت 36 رقم متشابهين وما الى ذلك، مثلا اتكلم نعم. كمثال وشريت هذا الرقم ب 20,000 وهذا ب 25,000 وهذا ب 40,000 مثلا يعني وهذا حق ولدي وهذا حق بنتي وهذا حق زوجتي وهذا لي، كلهم ارقام مميزه حلوه ومتسلسله وما الى ذلك. اليوم بعد الزياده هذه اللي بتصير لقيناهم تلخبطوا، هل من حقي ان انا اطلب تعويض؟ والله انا يعني طبعا الارقام المميزه هي يعني لم تكن من سياسه المجلس الاعلى للاتصالات وانما هي بادره من مزود الخدمه. مزود الخدمه وطبعا جميع الناس اللي اشتروهم في المزادات كانوا على علم ودرايه بان هذه الارقام هي خاضعه للمجلس الاعلى للاتصالات وممكن ان يتم تغييرها او سحبها من المشتركين، وكانوا دائما يعني الشركات مزودين الخدمه يحطون في الاعلانات من تحت ان هذه الارقام ليست ملك للشركه انما هي خاضعه هي ملك للدوله وخاضعه للمجلس الاعلى للاتصالات في اي اعلان يعني. ومعظم يعني المزادات كانت خيريه يعني التعاقد اللي بيني وبين كيوتل او بين فودافون لما جيت انا اخذ الرقم هل مذكوره النقطه هذه في ظهر الورقه مكتوبه ان انت هذا ليس ملكك مكتوبه؟ هي المفروض انها تكون يعني في في في, في, في الشروط الموجوده في العقد انه هو مذكوره طبعا. طيب حسب علمك بس لا، لكن بالنسبه للارقام المميزه المفروض اذا كان فيها عقد بين بين المشترك ومزود الخدمه فبيني وبينك يعني انا مش عارف اذا كان في يعني عقد بين، لان هي ليست سياسه مثل ما قلت لك سياسه من عندنا من المجلس الاعلى للاتصالات، هي بادره من مزود الخدمه، لكن القانون واضح وصريح ان مزود الخدمه اذا 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 باع الارقام مقابل يعوض وطرأ تغيير طبعا على الارقام هذه. مهندس صالح ما اسمح لي يعني انا لما جيت شريت الرقم المميز سواء من الشركه هذه او الشركه هذه يعني انا ما حد بلغني من النقطه هذه، والدليل ان احنا لما نزلت شركه فودافون وحجزوا ارقامكم عن طريق النت كانت بالنت، لا كان في اوراق قدامنا ولا في كان في شيء ولا حد في المزادات كانت لا لا نقصد انت عن طريق النت اللي شركه فودافون مثلا نعم. فودافون مثلا ابتكرت طريقه جديده حطت كل الارقام ما في رقم مميز تحت الطاوله ولا الى ذلك، حطتهم كلهم موجودين واللي يبغى يختار المبلغ الفلاني، بس لم يذكر لا من قريب ولا من بعيد ان هي ملك للدوله ان ممكن يسحب في اي وقت وما الى ذلك. والله ايش اقول لك يعني القانون هو واضح وصريح هو موجود، بس شركه فودافون الارقام اللي حطتها في النت هي مش يعني في فرق بين الاثنين بين المزاد وبين الارقام اللي حطتها فودافون. اليوم ذكر في الجريده في تصريح رسمي للرئيس التنفيذي لشركه فودافون في جريده العرب حتى كانه ان هم مستعدين للتعويض لاي خسائر كانت بالنسبه حق المشتركين يعني، وحتى حطوا لها حسبه موجوده اذا تم التغيير خلال السنه الاولى بيعطونا نسبه معينه، السنه الثانيه نسبه وهكذا يعني هم يعني في بادره طيبه منهم. نعم في بوادر يعني حتى كيوتل نعم في بوادر عندهم ان هم يعوضون المشتركين في هالشيء. يعني من حقي ان انا اطلب تعويض في حال اذا طبعا راح تكون يعني بقول لك يعني راح تكون هي دراسه الحاله بحاله يعني من قبل مزودين الخدمه، هو اتفاق بين مزودين الخدمه وبين المشترك نفسه ان يكون كيفيه التعويض. يعني فرضا واحد رقمه ثلاثات زاد عليه ثلاثة هاي صار مميز زيادة بيقول أنا خسرت ولا شيء ما هذا هي، فطبعا هي حالة بحالة يعني مثل ما ذكر اليوم في جريدة في أحد الجرائد. حلو طيب بالنسبة لموعد التغيير في شهر 6 موعد التغيير راح يكون في 28 يوليو في 2010 راح يكون في الدقيقة الأولى من بعد منتصف الليل. لا عطني إياها بالعامية يعني راح يكون إن شاء الله الساعة 12 ودقيقة في الليل أو الفجر نعم. طيب يعني معنى ذلك أن أنا يعني محصلة أرقام اللي أنا عندي في النوتس عندي أو في الاندكس عندي لازم أغيرها كاملة
المفروض. طيب شو بغيرها انا اذا عندي مثلا 1500 رقم كيف هو اغيرها؟ هو حاليا معظم الهواتف حاليا فيها طريقه ان تتغير الارقام كلها اوتوماتيكيا مره واحده. فكل براند من التلفونات هذه سواء كانت سوني او نوكيا او في الكتيب نفس الطريقه انها هي تغيير الارقام اوتوماتيكيا، يعني ما راح تكون فيها صعوبه. طيب ليش اخترت هذا اليوم؟ يعني ليش 28 يوليو؟ ليش والله هي في الـ يعني اللجنه الوطنيه للترقيم تتكون من جهتين طبعا او ثلاث جهات، اللي هي المجلس الاعلى للاتصالات ومزودين الخدمه كلهم. فبالتشاور مع مزودين الخدمه لقوا ان 28/7 هو اليوم المناسب للتغيير، لانه راح تترتب عليها تغييرات في البدالات، تغييرات في السويتشز في معظم قطاعات الحكومه في الدوله. لا بس انتم كن رعيتوا جهه تقنيه بس ما رعيتوا جهه اخرى، ان احنا يعني في الفتره قد يكون البعض مسافر. اي نعم. البعض راجع من السفر، البعض يستعد للسفر. راح يكون يعني في يعني الحين احنا لسه بادين بالاعلان عن هالشيء، لكن راح يكون في توعيه للمستهلك داخل الدوله وايضا خارجها بخصوص تغيير الارقام، بحيث انه راح يتكرر هالشيء اكثر من مره، وراح يكون في جداول توضيحيه تبين للمستهلكين والمشتركين ان كيف ان التغيير راح يحصل في هذا اليوم في هذا التاريخ. وايضا طبعا يعني ما راح تكون ذيك الصعوبه، لان اي حد يعني يتصل على الارقام القديمه سواء كان داخل الدوله او خارج الدوله راح يكون هناك مسج صوتي يقول انها تبدلت الارقام ونزيد رقم زياده على الرقم اللي انت عندك اياه. اعزائي المشاهدين راح نعطيكم الفرصه ايضا للتواصل مع ضيفنا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. عودة لكم أعزائي المشاهدين. طيب وبرنامج الدار، وعودة طبعا لضيفنا في حلقة اليوم المهندس صالح الكواري مدير الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس اللجنة الوطنية للترقيم، طبعا لتوضيح موضوع زيادة رقم إضافي بحيث تصبح أرقام دولة قطر 8 أرقام من يوم 28 يوليو 2010 بإذن الله تعالى. في نقطة مهمة أخوي صالح أعود لك، يعني أنت قلت لي أن 8 راح تكون 8 هي للأرقام المجانية اللي هي 800. طيب بالنسبة لأرقام الطوارئ، طوارئ الإسعاف، طوارئ المياه وما إلى ذلك، أرقام الطوارئ، أرقام الخدمات ما راح يطرح عليها أي تغيير أبدا، يعني ما راح يضاف عليها في البداية 9، ما راح يضاف عليها أي شيء، هي راح تكون مثل ما هي، ما راح تتغير. حتى جميع الهيئات الحكومية هي اللي راح تتغير ما عدا وزارة الداخلية، ما راح تتغير. يعني 999 مثل ما هو ورقم طوارئ الكهرباء اللي بتدي اي رقم تدي بتسعة، اي رقم اي رقم شورت كود ما راح يتغير ابدا، راح يظل مثل ما هو. حلو. طيب يعني يمكن ياتكم ملاحظات، ايضا رسائل نصيه بعد، رسائل نصيه شو ما راح يتغير فيها اي شيء، راح تتم مثل ما هي. لا ما عليك، رسائل نصيه ارقام رسائل نصيه، خلينا نستوضح هالنقطه. انت قلت لي الساعه 12 في الليل يوم 28 يوليو راح يتم تغيير الارقام، الارقام الهاتف الثابت والجوال. الجوال طيب. نعم. يعني اثناء الانتقال من 7 إلى 8 أرقام. نعم. ما راح يصير اي انقطاع، ما راح يصير اي انقطاع، التغيير راح يكون سهل اوتوماتيكي، وما راح يكون فيها اي انقطاع لاي خدمه. لا اكيد جربته، الواحد يقول ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله، بس انت يعني كل شيء باذن الله حسب تجاربكم وحسب التقنيات المتقدمه. نعم، ان هي حصلت يعني في يعني في كثير من الدول من قبل، وحصلت ايضا عندنا في قطر من زمان ما كان في اي طيب بطار. انا يوم 27 يوليو كلفت بمهمه من قبل اداره التلفزيون وبسافر. نعم. طيب ويوم 28 تم التغيير. نعم. هل انا بتاثر برا بشيء؟ نعم. يعني مثلا الارقام ولا بداله ايش بتصير شيء؟ يعني ما راح يكون رقمك بس هو اللي راح يتغير من 7 أرقام لـ 8 أرقام، لكن خدمتك راح تكون مثل ما هي، وراح تكون انت موجود في الرومينج وتتكلم اذا دافع فاتورتك طبعا. يعني بعد تكون دافع لازم تكون دافع فاتورتك. بما انك ذكرت النقطه هذه، بالنسبه للارقام اللي ما دفعت فواتيرها، اي نعم، لما تتصل يقول لك هذا الرقم هو مؤقتا، اذا هذا راح يتضرر ولا راح؟ لا هي عموما الارقام كلها راح تتغير، سواء موقوفه ولا غير موقوفه او مستخدمه او غير مستخدمه.
كلها راح تغير. اي نعم. طيب هل مطلوب من احنا نبتدي نغير يوم 28 ولا قبل يوم 28؟ هو قبل يوم 28 اكيد طبعا، يعني لان يوم 28 اتكلم اللي هو 27 بالليل الساعه 12 بالليل، يعني بيكون يعني في اول دقيقه من أول يوم 28، من يوم 28 راح يكون التغيير. نعم. لا نقصد الان يعني هل مطلوب منها نغير بعد يعني يوم 28 نبدل ارقامنا ولا نبدلها من قبل؟ لو قصدك يعني يعني تحدث الارقام اللي عندك، اللي عندك في الجهاز نفسه. لا طبعا قبلها، يعني قبلها راح يكون هناك يعني توعيه كبيره من شركات مزودين الخدمه كيوت الفودافون بخصوص هالشان، ان متى التغيير وكيفيه يعني في الوقت المناسب ان شاء الله. طيب بالنسبه لارقام المستشفيات وما الى ذلك ايش راح يحدث معها؟ ارقام الطوارئ هي راح تتم مثل ما هي، لكن نفس المستشفيات بدلت مستشفى حمد. لا راح تتغير، راح تتغير باضافه رقم. اي نعم، لان هي تعتبر خط ثابت يعني. الوحيد اللي ما راح يتغير هو هي بدلت وزاره الداخليه اللي هي كم؟ اللي هي تبتدي باثنين. اثنين هذا الجهه الوحيده ما راح تتغير. طيب بالنسبه لي خلينا ناخذ الارقام الثابته الارضيه، خلينا ناخذ مثلا بدايه تلفزيون قطر. نعم. مثلا حاليا 489 اربعات. اي نعم. كيف راح يصير؟ راح تكون 4489 اربعات. باضافه رقم 4 من البدايه. أربعة. نعم. يعني كل الهواتف الارضيه راح تبتدي باربعه، فبيصير 4 4 4 4. نعم. حلو. معنى ذلك انه راح تنزل ارقام جديده مميزه صح في السوق؟ راح تكون في ارقام مميزه. صح. راح تكون في ارقام كثيره، يعني مو بس ان هي تكون ارقام مميزه، راح تكون في 36 مليون رقم، من ضمنها ارقام مميزه وارقام عاديه يعني. طيب انا يمكن بس سؤال قديم شويه. لا لا قول. اللي نص اللي احنا عندهم البليبات. اي نعم، البليب ما راح يتغير، لان انا قلت لك هم بس اللي بيتغيرون 3 و4 و5 و6 و7 اللي هم بس. الجوال والخط الثابت. اما واحد اللي هو في الشورت كود اللي هو 111 او 112 طوارئ او غيرها او رقم 2 اللي هو البليب ما راح يتغير ابدا. طيب. اعزائي المشاهدين ناخذ اول اتصال من الاخ عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. سلام الله وبركاته، تفضل يا عبد الله. متى تكون تغيير الارقام هذه او هل الشخص متى تصل يقدر يتصل علي يزود رقم او شلون يعني؟ نبغى التوضيح. بالنسبه لي متى راح يتم تغيير الارقام وشو نقدر نغير ارقامنا صح؟ اذا انا بتصل شخص ثاني هل اقدر لازم ازود الرقم اتصل عليه او اتصل على الرقم الاول يعني او شلون يعني؟ ان شاء الله ولا يهمك، راح نرد على هذه الملاحظه ان شاء الله. وناخذ جاسم. مرحبا يا جاسم. مرحبا يا جاسم، تفضل. السلام عليكم. سلام الله وبركاته يا جاسم، تفضل. كيف حالك؟ الله يسلمك. مسيكم بالخير. يا مرحبا. مسي المهندس صالح. يا مرحبا والله، تفضل اخوي. يا اخي بسأله انا في بعض الارقام المميزه ممكن اذا ضفت عليها انت رقم ثامن يعني تصبح ارقام عاديه. وهي من قبل على 7 ارقام تكون مميزه، نفس لما تقول 5 رقمين 5 يعني في مثلا. طيب. يعني بس هذه اللي هي بتتضرر. شلون يعني ممكن يعني حتى ينزل من قيمته؟ طيب ان شاء الله ولا يهمك يا جاسم. عبد الله يقول لك الحين بالنسبه لي انا بتصل معلي يعني احنا نوضح لهم مره ثانيه. بالنسبه لعبد الله يقول لك حبيت انا اتواصل الحين مع شخص يوم 28. نعم. ازيد رقم؟ يزيد رقم، يكرر نفس الرقم اللي يبتدي فيه الرقم اللي بيتصل له الشخص اللي يعني فرضا 551 يحط عليه 5551 بيصير 3 5. نعم. طيب والموعد متى مرة ثانية؟ يوم 8 يوم 28/7 2010 في 12 دقيقة. طيب هذه نقطة. بالنسبة لي جاسم في أرقام يعني 5 رقمين 5 رقمين 5 مثلا. نعم. هذا أيضا لخبط. يعني انا مثل ما قلت لك طبعا الارقام مميزه فيها اكثر من نوع، في ارقام راح تتميز زياده، في ارقام راح ما راح تكون مثل تميز اللي هي في مرجع يعني من الان مرجع يعني انت ولا هو لمزودين الخدمه نفسها؟ بما ان هو مزود الخدمه هو اللي باعك الرقم فانت المفروض ترجع لمزود الخدمه وتطرح عليه المشكله ان رقمك ما كان مثل ما هو متميز من قبل. مفاجاه اخوي العزيز ان طلعنا في الاخر نحن لا احنا نملك الرقم ولا مزود الخدمه يملك الرقم. نعم.
ولا حد، هو يعني شلون باع لي اياه هو ما يملك رقم؟ لا هو انت من حقك تستخدم الرقم، لكن الارقام في النهايه هي ملك الدوله يعني. لا لا انا عارف ملك الدوله، بالعكس هذا الشيء طيب، احنا نعتز هذا الشيء، بس انا سؤالي يعني هل يحق له هو يبيع لي رقم طالما انه هو مش ملكه ويخفي عني ارقام ولازم اعرف فلان عشان يعطيني الرقم الفلاني وكذا، في الاخر هي مش ملكه، فليش قاعد يتحكم فيها بالطريقه هذه؟ هو اللي صار ان الشركات يعني لما سوت المزادات الخيريه كانت ان هي يعني مزاد ارقام لمشاريع خيريه وكثير صارت يعني، اخرها كان شركه كيوتل سوت لمستشفى الكلى، وفودافون كان اخر مزاد لهم للروتا الايادي الخير نحو اسيا. فجميع اللي يروحون يعني داخل المزاد على درايه تامه ان هم رايحين بيدفعون حق مشاريع خيريه مش حق رقم. طيب ابو طلال يعني نعم في فرق بين ادفع للشركه وبين ادفع ناخذ ابو طلال. مرحبا ابو طلال تفضل. مرحبا كيف الحال؟ الله يخليك ويحفظك يا ابو طلال. الله يعطيك العافيه يا مرحبا. هلا والله تفضل يا ابو طلال سؤالك. يا اخي لو سمحت سؤالي يعني هل الحين الارقام هني مثلا بتتعارف عليها رقم يعني بتغير من الاول ولا من الاخر؟ لا من الاول. سمعت شلون؟ رقم بيتغير من الاول ولا من الاخر؟ لا من البدايه. من البدايه نعم. يعني رقمك يبتدي بخمسه بيصير خمسه خمسه. بيصير خمسه خمسه، زين اوكي. السؤال الثاني الله يسلمك يعني شو اسمها مثلا الحين في الدوحه بيتعرفون عليه يعني مثلا الارقام اللي برع مثلا لازم تنزلونه في الجريده ولا في الاعلام ولا كيف يعني؟ ابشر ابو طلال ان شاء الله ولا يهمك. بالنسبه للتجار، بالنسبه للناس اللي عندهم معارف كثيره في الخارج، بالنسبه للي وانا اركز على التجار لان معظمهم طبعا روسوا الورقيات اللي عندهم بترويسه الشركه وما الى ذلك وارقامهم. شو يسوون الان؟ طبعا اصحاب الشركات يعني كل شركه لهم حسابات خاصه في شركات الاتصالات، يتصلون بمدير الحساب الخاص بهم في الشركه المعينه ويستفسرون منه ان كيفيه التغيير راح ياثر عليهم وكيفيه الاعلام برا. طبعا بالنسبه حق المشتركين من الجمهور اي استفسار عندهم ممكن يتصلون على رقم 111 من شركه كيوت الاستفسار، وبالنسبه لفودافون ايضا 111 اذا كان من داخل شبكه فودافون، او لو حاب يتصل حق فودافون من خارج فودافون يتصل على 800-7111. طيب سؤال الحين، انا يوم 28 كنت في بريطانيا، نعم، ابى اتصل الدوحه حق واحد من الربع عبد العزيز الحمادي، بتصل اسلم عليه اتصل فيه وانا عندي الرقم القديم اللي هو خلينا نقول 550 مثلا، نعم، راح تظهر لك رساله صوتيه عربي انجليزي. عربي انجليزي طبعا. ايوه شو تقول؟ ان الرقم تغير وضيف رقم زياده عليها اللي هو الرقم الاولاني اللي هو كم؟ 550 مثلا. اضيف عليها خمسه، نعم، اضيف عليه خمسه في البدايه. نعم خمسه في البدايه راح تطلع لها راح تطلع لك مسج صوتي. ايش كذا مده الفتره هذه راح تكون الرساله هذه؟ هي مبدئيا ثلاث شهور حق تكفي. ثلاث شهور دوله قطر الان ما شاء الله توسعات كبيره فيها، ثلاث شهور بالنسبه لك طبعا اذا الواحد اتصل بعد ثلاث شهور ان على الرقم القديم راح يعطينا الرقم اللي اتصل عليه غير صحيح. طيب الرساله هذه اللي انا بسمعها محسوبه علي انا متصل برا؟ لا 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 ما تنحسب، مجانيه طبعا، كانه تليفوني رن. نعم ولكن راح تطلع. نعم المسج. نعم هذا لان انت ما فتح الخط الشخص الثاني في المفروض انه. طيب في سؤال معلي، يعني اليوم الربع اعلنوا في البلاك بيري واستشروا ان في اليوم سؤال كذا، في واحد سال سؤال صراحه يعني يقول طالما ان انتم في كانت هناك في نيه لزياده رقم فلماذا لم يكن قبل طرح شركه فودافون ارقامها؟ يعني ليش كانت عقب ما طرحت فودافون وشارين الأرقام هذه؟ لأن مثل ما قلت لك زيادة الطلب على الأرقام بشكل غير طبيعي ما شاء الله يومياً قاعدة تزيد عندنا هنا في الدوحة. وقبل فتح سوق الاتصالات كانت عندنا شركة واحدة كانت الأرقام تكفي. بعد ما فتح السوق وصار عندنا مزود خدمة ثاني تزايد الطلب على هالارقام وايضا الشركه الجديده محتاجه تكون عندها ارقام عشان توزعها على المشتركين الجدد. ف سؤال لازم الرقم اللي انا شريته من السوق سوق الارقام الان اللي اصبحت رزق لكثير من الناس، نعم، اخذته ب 20 ولكن هو اصلا في خلينا نقول سواء في الشركه او الشركه هاي كان قيمته 2000، نعم، ولكن بالمضاربات والمزايدات وصل 20000. نعم الان بعد ما اخترب الرقم هذا، نعم،
هل اذا طلبت التعويض بيعطوني 20 ولا بيعطيني 2000؟ طبعا هو يعني في النهايه يعني مزود الخدمه هو يعني مثل ما قلت لك هذه سياسة مزود الخدمة بالنسبة حق الأرقام المميزة أنه يتفاهم هو ويا المشترك أنه كيف بيعوضه عليها. لكن الواحد فرضا زايد على رقم 10 مليون أو 5 مليون أو 7 مليون اخترب رقمه بيرجع له نفس 5 مليون؟ لا طبعا، لأن أنت رايح أنت أصلا مزايدة، هذه السعر الأصلي للتليفون كان 2000 ريال. صحيح، فمش معقولة طبعا برجع لك. طيب هل تتوقع أن أروقة المحاكم راح يعني يكون في هناك قضايا ترفع على كيوتا يعني أو فودافون مثلا أو عليكم أيضا؟ يعني أنا بقول لك شغلة، الحين بالنسبة للمستهلكين نفسهم إذا راحوا لمزود الخدمة أنا أقول لهم يعني يروحون، اللي شايف نفسه أنه متضرر يروح لمزود الخدمة، ومزود الخدمة اليوم هو يعني هم أبدوا اهتمامهم في هالشيء. إذا صار في أي نزاع بين المشترك طرفين. وبين الطرفين في إدارة حماية المستهلك موجودة في مجلس الأعلى للاتصالات، أنشأت من قانون الاتصالات 2006. هذا غير قانون حماية المستهلك اللي هو يعني هذه الإدارة تحميني أنا أيضا كمستهلك؟ نعم. جدي ما أعلنتوا عنها؟ لا والله النص أعلننا عنها يعني في أكثر من يعني الحين أنا عندي أي مشكلة مع من وسائل الإعلامية وعندنا كثير من المشتركين يعني في الدولة يأيون هناك إذا عندهم أي نزاع. معلي أنا بمسك النقطة. طيب هذه في 3 دقائق، اسمح لي محمد. معلي الحين أنا عندي مشكلة في الفواتورة. نعم. مش فاهمها، فيها لخبطة. نعم. فيها نعم. وما إلى ذلك. ورحت للشركة تقول لا هي صحيحة وأنا متأكد أنها خطأ. الشركه تقول لك انها صحيحه. ايوه وانا اقول لك خطا، يعني انا مثلا اقول لهم لا والله خطا. من حقك انك تروح اداره حمايه المستهلك، واداره حمايه المستهلك راح تتابع لك القضيه نفسها مع طيب. الشركه. هل الان بما ان هم لا يملكون الارقام هل من حقهم انهم بعد الارقام تعزل؟ هل ممكن ارجع لكم في حمايه المستهلك؟ يعني شلون تعزل؟ يعني اللسته فيها 20 رقم اللي نزلوا في السوق 5 والثول على 15 قد تكون توزعت لكذا او كذا، يعني هل من حقي الان انا طالب اي رقم ابغيه يكون لازم يكون موجود؟ لا طبعا في النهايه هذه مزود الخدمه هو سياسته انه في توزيع الارقام لا سياسه معينه، يعني انا ما مش فاهم بالضبط انه شلون يعني نوزع بعضهم او لا يعني بعضهم. يعني لسه نزلت من عندكم ب 20 رقم لكن لما نيجي فعليا نلقى ان مجرد بس 10 موجوده والعشرة المميزه جدا مش موجوده هذه. يمكن انت ما عندك يعني خلفيه عفوا يعني ان وين راحت العشرة الارقام الثانيه. هل من حقي انا الجا لكم ان تلجأ حماية المستهلك ان هو على حسب طبيعه المشكله؟ لو انت لك فعلا مشكله يعني تحتاج ان لها حل بقول لك ايه، لكن انت فرضا تقول لا وين راحت العشرة انا ما نزلوا لي 10 يعني ما اتوقع ان هذه هي مشكله. لكن انا اتكلم اذا كان في نزاع بين المستهلك نفسه وبين الشركه. نعم. المجلس الاعلى للاتصالات على يعني على اتم الاستعداد ان لحل اي نزاع في بين المستهلك. مهندس صالح في عندك كلمه اخيره تبي توجهها للجمهور الكريم قبل ما نختم؟ أنا حابة أول شيء طبعا أشكر تلفزيون قطر على إتاحة الفرصة أن إحنا يعني توعية المستهلكين في الدولة عن هذا الشيء، وهذه لسه يعني بادي البارحة، وإن شاء الله راح يكون في توعية كبيرة على موضوع الأرقام إن شاء الله، وهذه طبعا صارت لمصلحة البلد في النهاية. إذا أعزائي المشاهدين يوم 28/7/2010 راح يتم تغيير أرقام دولة قطر لتصبح 8 أرقام بزيادة رقم من الرقم الموجود عندك. أنت رقمك بداية 5 زيد 5، 6 زيد 6، 7 زاد 7. ها أيوة. بالنسبة لعندك أي استفسار بإمكانك التواصل على رقم 111 سواء لإخوانك يوتل أو 800-711 لإخوان فودافون إذا عندك أي ملاحظة. إذا أرقامك تضررت بإمكانك الرجوع لمزود الخدمة سواء فودافون أو كيوتل، وهم إن شاء الله راح يشوفون لك حل لهذه المشكلة. وإذا عندك أي نزاع مع أي جهة من هالشركتين بإمكانك الرجوع إلى حماية المستهلك الخاصة بقطاع الاتصال بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أعزائي المشاهدين في الختام نشكر ضيفنا المهندس صالح الكواري مدير الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT قطر. شكرا لك. شكرا جزيلا. ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين أنا فخور صراحة بضيفنا وسعيد جدا أن هذا الشاب يكون ماسك هذا المنصب، والله يوفقه يا رب. نلتقي إن شاء الله أعزائي المشاهدين في حلقة الغد. مع السلامة.